استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا فضيله؟ فضل ونعمه الحمد لله. إيه كنت بس عايزه اسال على يعني كذا سؤال، بس من فضلكم ما تقفلوش عشان خاطري. ممكن؟ لا احنا عمرنا ما بنقفلش على حد، هنقفل عليك ليه؟ ربنا يخليك يا رب. انا بس اولا حابه ان حضرتك تدعي لي، ده اولا. ثانيا في هو يكون ده، هو يكون ده اللي كان بيخليك للبنت اللي هي بتدعي لباباها بتوهب الحاجه اللي هي الحلوه اللي عملتها ثوابها لي، هل اعملها قبل ولا بعد؟ طيب حاضر، يبقى اول حاجه ادعي لك ربنا يشرح صدرك ويريح بالك ويوسع رزقك ويبارك لك. انا قلت هو يوسع رزقك، والله حصل. انا قلت من قبل ما تقولي قلت يوسع رزقك. طب في حاجه ثانيه عايز اقولها لحضرتك بقى. طيب دلوقتي انا لما باجي بصلي زي ما يكون في حاجه بتمنعني من الصلاه، بصلي فرض واسيب فرض، لا اما اصلي على طول لا اما متقطعه ايام وايام، دي حاجه انا مش عارفه اعملها. عايزه اختم سوره البقره واقراها، انا في نيتي اقراها بس باجي امسك المصحف مش عارفه امسكه، مش طيب. عارفه ليه دي الحاجه دي مضايقاني قوي يا فضيله الشيخ، بقالي فتره طويله. هل عندي وسواس؟ هل عندي حاجه؟ انت عندك يعني وسواس اكيد، يعني اكيد احنا ما احنا عارفين احنا الاثنين ان في وسواس. الوسواس ايه بقى يا ستي؟ واضح خالص، انت دلوقتي كل الحكايه بس انت بتصلي وتقطعي لاسباب كتيره. أنا جدا انا مش عايزاك تجاوبني الا بعد ما اقفل. طيب يبقى اخر سؤال بس بعد اذنك. يبقى اول حاجه التقطيع في الصلاه. وحضرتك إيه تقولي على ثواب البنت اللي توهب لباباها قبل الثواب ولا بعد الثواب؟ واهب الثواب. ايه تاني؟ طبعا تدعي لي، دعيت لي الحمد لله، وتدعي لي وانت بتصلي بالله عليك. حاضر، وايه تاني؟ صلاه الجنازه للمراه لما تيجي تصلي على واحد ميت حرام ولا حلال؟ عشان الحاجه دي في واحد قريبنا كان متوفي يوم السبت اللي فات زي النهارده، وانا سافرت مخصوص عشان اصلي عليه صلاه جنازه، وهناك في حرموني قالوا لي ممنوع الحريم تروح. طب انا مش هروح المقابر بس انا عايز اصلي عليه صلاه جنازه، ما اعرفش. ربنا يسامحك. الميت لما بيكون ميت وانت قاعد مثلا يعني بتصلي على النبي او بتقول قران، هل هو سامعني قبل الغسل ولا لا؟ ده انا عايز اعرفه. خلاص كفايه؟ او شكرا جدا، كتر خيرك، ربنا يصلح حالك ويرزقك الخير ويجعلك دايما يا رب كل حاجه انت بتعملها حلوه وثواب ليك يا رب. يا رب ربنا يعزك. اول حاجه وهب الثواب دوت ممكن يكون قبل وممكن يكون بعد، يعني ممكن بعد ما تنتهي تعملي الكلام ده قبل العمل، وممكن تقولي الكلام ده بعد العمل، الاثنين جايزين. زي كده زي جمع التقديم وجمع التاخير، الاثنين جائزين، لان كل الحكايه ان ده دعاء، فهتدعي قبل العمل هتدعي بعد العمل، الاثنين جائزين. طيب طبعا في حد هيقول لك الافضل هيكون بعد العمل لان العمل خلاص يكون تم وساعتها تقول يبقى دوت اقرب الى حصول الثواب. لا احنا عندنا الثواب دوت فضل من الله، فعندنا الثواب فضل من الله سبحانه وتعالى، فيجوز ان يكون قبل العمل وبعد العمل. مساله التقطيع في الصلاه، لو عالجنا الوسواس هنبطل تقطيع في الصلاه. احنا عندنا الوسواس ذات اما بيخلي الصلاه عبء علينا لان احنا حاسين ان احنا ما في الاخر خالص ما بنتخلص من الصوره السيئه لينا عن نفسنا وجلدنا لذاتنا، فالصلاه بتتقل علينا لان احنا مش شايفين ان احنا الشخص المناسب جدا عشان حاله البرفكشنستيه ديت، فيحصل لنا كده. اما مساله الجنازه طبعا جائزه للنساء والرجال، واللي قالوا لك كده ربنا يسامحهم. لا يجوز ان انت تصلي صلاه الجنازه لان كل الاحاديث اللي جاءت عامه وليس فيها اي استثناء وليس فيها اي تخصيص. بعد كده الميت لما انت بتكوني بتتلي القران جنبه بيكون يسمع، نعم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكد لنا ان اهل المقابر بيكونوا سامعين لينا، والدليل على ذلك ان احنا لما كمان بنعدي على المقابر بنسلم عليهم لانهم بيبقوا سامعين هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.